بينكم وبين الله، نحن يوجد شيء عندنا أهم في العقل الشيعي العام، مو الخاص فقط، في العقل الشيعي العام أهم من قضية الإمام الحسين. إذا عندكم دلوني عليه. ولكن مع الأسف الشديد أن هذه القضية بكل مجرياتها الآن بيد تحقيقات العلماء والحوزات العلمية، لو بيد أهل المنبر والمداحين والخطباء والحسينيات، أي منها؟ ولهذا أنتم تجدون الآن بعض العلماء سواء هذا الطرف أو ذاك الطرف عندما يصدر فتاوى هذا صحيح مو ذاك الصحيح، مباشرة الواقع الشيعي العام يقف ضده ملامة. لماذا؟ لأن العقل الشيعي تشكل من خلال البحث العلمي لو من خلال البحث المنبري. هذه مو استصغارا بأهل المنبر، لا، واقعا وظيفة أهل المنبر أن ينقل مطالب أهل العلم والمحققين من العلماء، لا أن يجتهد ويقول للناس، لأنه هو ليس مجتهد في هذه القضايا. مثاله بسيط أعزائي التفتولي، لا يوجد منبر يصعد المنبر يقول هل اليوم أنا راجعت الروايات ووجدت أن أهل الكتاب محكومين بالطهارة. يستطيع أن يجرأ منبري أن يقول هذا الكلام أو لا يجرأ؟ لماذا؟ لأنه مباشرة يحاسب، يقول شنو أنت مرجع، أنت مجتهد حتى تقول رأيي أن راجعت الرواية. أنت من حقك فقط أن تنقل رأي من؟ ولكن في القضية الإمام الحسين يا شنو؟ ها؟ ينقل رأي العلماء المحققين لو هو يقول لا. والبعض الآن مع الأسف الشديد واحدة من المصادر نقل بعض أهل المنبر، ما أدري إذا تسمعون أنتم، تقول المصدر شنو هو؟ يقول واقعا أنا سمعتهم من واحد من الفضلاء، إيش قالوا؟